كما جاء في حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. ما هن هذه الخمس؟ السمع والطاعة. أول أمر ذكره السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع أو إلا أن يراجع. المسألة مسألة خطيرة، لذلك كان من مسائل الجاهلية وأصولهم أنهم لا ينظرون إلى قضية السمع والطاعة ويستأنفون أو يأنفون عنها، يتكبرون عنها ويرون أنها ذلة وخناعة. هذه هي نظرة الخوارج. نظرة الخوارج هي النظرة الجاهلية الأولى، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا من مسائل الجاهلية.